أزمة خانقة بالفعل في البحر الأحمر والنتيجة اضطرار كبرى شركات الشحن لتغيير مسار المئات من سفنها وناقلاتها لتجنب هجمات الحوثيين. تأثير هذه الأزمة أكبر على سلاسل التوريد مقارنة بفترة جائحة كورونا بحسب شركة الاستشارات البحرية سي انتلجنس التي حللت تأخيرات السفن الحالية مقارنة بالتأخيرات على مدى السنوات العديدة. البيانات أظهرت أن المسار الأطول للسفن حالياً حول رأس الرجاء الصالح له تأثير كبير على عدد السفن المتاحة على عكس ما حدث أثناء جائحة كورونا حيث كانت هناك سعة زائدة للسفن غير مستخدمة ما مكن من إعادتها إلى الخدمة والمساعدة في حل المشاكل. الشركة قالت إن الحدث الوحيد في السنوات الأخيرة الذي كان له تأثير أكبر على سلاسل التوريد عندما علقت سفينة الشحن أفر جيفن في قناة السويس عام 2021 شركة سي انتليجنس قالت إن ما يقرب من, من 10% من الأسطول العالمي ليست في الخدمة الآن وإنه إذا تم نشر سفن إضافية فقد يؤدي ذلك لإصلاح الخلل قليلاً ومن المتوقع بحسب تحليلات سي انتلجنس ان تضيف شركات النقل البحري سفنا اضافيه بعد العاشر من فبراير المقبل لكن حتى ذلك التوقيت ما الذي يلزم شركات الشحن من اجل تغيير المسار يجري تغيير مسار السفن والنقلات لتجنب خط البحر الاحمر بالطبع وتحديدا حول الطرف الجنوبي من افريقيا والالتفاف حول راس الرجاء الرجاء الصالح ما سيضيف حوالي 6500 كيلومتر للدوره البحريه ومن 10 الى 12 يوما اضافيا في الابحار الى كل رحله زياده ايام الابحار تعني وقودا اضافيا بقيمه تقدر بمليون دولار هذا عدا عن الاضطرار الى اجراء تعديلات على الجداول الزمنيه للتسليم ومشاكل قانونيه محتمله وزياده تكاليف التامين وربما البحث عن موانئ بديله